نغمات وألحان تحرك الخاطر والوجدان، هي حكاية حب عزفها عمي بالقاسم بأنامله الذهبية على أوتار آلة العود. فنان رغم تقدمه في السن إلا أنه بقي وفيا لموهبته. قصة أيام العود حاجة أنا بالنسبة لي حاجة وراثية، هذه كاع في الناس بالفاميليا تاعي، يسمى خوالي ولا تخالي، أنا يا خويا لا فامي كاع من السبعينات وأنا مع الآلة تاع العود، العود والكمان والقنبري. شغف عمي بالقاسم بآلة العود جعلته يتنقل إلى خارج الوطن وتلقى تكوينات في الموسيقى، كما شارك في مختلف الحفلات والمهرجانات. خدمت في فرنسا، خدمت في المروك، خدمت في بارتو، خدمت في تونس، خدمت في مصر، رحت لدنا وحي قاع خدمت فيهم، قعدت واحد المدة تاع 8 سنين. بعد درت معالي عندي دي كونتاكت تما مع الفنانين تما، دي فرنسي ودي ماروكان، خدمت معهم، شديت معهم دي كونترا، خدمنا مع بعض. الحاجة الأصيلة هنا في البلاد ماذا بينا بحال بنادم يدير حاجة تقعد تاريخ الأولاد ولادنا، لا من ناحية الموسيقى، لا من ناحية الكلمات، لا من ناحية كلش. هذه كره دوكا كاين معهد والله، كاين دار ثقافة والله، حاجة كره في روحه الفنان، في روحه يختلط بهاد الفنانين هذو، يتلاقى معاهم، يولي يشارك مع مجموعة صوتية واللي يخدم معها، والمجموعة الصوتية تخدم مع الفرقة والناس تنسجم مع بعضها. عمي بالقاسم ومثله من الفنانين في غردايا ممن يريدون نشر الفن وتدريبه للنشأ، إلا أن نقص الدعم وغياب دار للثقافة وقف عائقا في طريقهم وحال دون إقامتهم لمجامع الفن والإبداع.